بشهر مايو أيار 92 هتفني جلالة الملك وبالنص قال لي إنه ضيفنا يوسف مش عاجبني. أنا أعلم ذلك الضيف في ذلك الوقت هو سيادة الرئيس ياسر عرفات. فعندما استقبلته في الساعة 10 بالليل كان يبدو عليه التعب، وعندما أجرينا صورة المرنان المغناطيسي تبين أنه لديه كتلة دموية أثر حادث الطيارة الذي تعرض له ب 7/4/92 في ليبيا. واختصار القصة كانت العملية لازمة، وبعد حضور جلالة الملك واجتمعنا وعرضنا عليه العملية ووافق على العملية في الساعات الأولى من ذلك الصباح، وأجريت له العملية بنجاح. وكان جلالة الملك حسين يزوره يوميا في المقصورة الملكية، وكانت قصة نجاح الحقيقة وإشي نفخر فيه بالأردن أنه استطعنا أن نعالج. وشرفنا دولة الأستاذ دولة سيادة الرئيس بأن نسمح لنا نعالجه. هذا كان شرف عظيم للخدمات الطبية وللأردن، ومنحني وسام نجمة فلسطين بعد إتمام علاجي. وكانت هذه قصة نفتخر بها طول الحياة أنه سمح لنا سيادة الرئيس أن نتشرف بالمعالجة دي. 2003 بأيلول 2003 كان لي شرف أن زرته في المقاطعة معيت مرحوم دكتور أشرف الكردي والمرحوم دكتور علاء الدين طوقان، وتحدثنا معه. وكان قلقا انه في عليه نوع من الحصار الشديد والمؤامرة الحقيقة، وكان ذلك واضحا انه قد توفي بعد عام من جراء حد الان السبب مش معروف كيف شو سبب الوفاة. كان هذا شرف عظيم ايضا اننا استطعنا ان نذهب الى رام الله ونقابل الرئيس واحتفى بنا في ذلك اليوم. بالنسبة لجرح الحرم الإبراهيمي عندما اعتدوا الغاصبين المحتلين على حرم الإبراهيمي في الخليل، كل الجرحى اللي وصلونا على المدينة كنا بمعالجتهم. ولي صورة في كتاب الدكتور جلالة الملك جاء حضر لزيارتهم شخصيا واطمأن على الجرحى حقيقة. وبرضه كمان كان لي شرف العظيم ان التقينا بالمرحوم المجاهد خليل الوزير ابو جهاد، وفي الاي سي يو لفتره بسيطه قمنا بعلاجه. وايضا تشرفت وبعلاج سياده الرئيس الفلسطيني فخامه محمود عباس، وزرعت له شبكة ب20/2/2002 عندما كان الرجل الثاني في السلطة الفلسطينية. وكذلك في شهر حزيران 2002 قمت بزراعة شبكة للسيد أحمد قريع حفظه الله ورعاه إن شاء الله. وهذا الحقيقة شرف عظيم أنني أستطيع أن أقوم بمعالجة الأهل في فلسطين. والحقيقة أي إنسان يشرفنا من فلسطين له الأولوية، لأن أنا أعرف العذاب الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من احتلال غاشم وتدابير سيئة جدا ومعاملة سيئة بحق هذا الشعب العظيم الذي يمارس حقه في الحياة ويرفض الاحتلال ويقاوم الاحتلال بكل شدة. كان المرحوم عبد المجيد شومان رئيس كان يسمى الماد Medical Aid for Palestinians، وكان كنا تعهدنا بالخدمات بتدريب أطباء في تخصصات كثيرة، وكان مفروض كل طبيب زائر يدفع 100 دينار شهري، وقد قمنا بإعفاء 100 دينار وكنا ندرب أهلنا وأطبائنا في فلسطين مجاناً، يحصلون على الشهادات وتقدم امتحان البورد الأردني. كان ذلك خطوة جميلة جداً في تأخي
فلسطيني الأردني، شعب واحد وقلب واحد ومستقبل واحد. هنا يا سيدي طلب مني من أصحابي وأهلي وإخواني أكتب سيرتي، وترددت كثيرا، لكن في النهاية قررت أن أكتب، لأنها هي سيرة زي ما هي سيرة وطن الحقيقة، لأني خدمت الخدمات الطبية لمدة تنوف عن 32 عام، وبقيادتنا الهاشمية قواتنا المسلحة عملنا الشيء الكثير للطب في الأردن. حقيقة لما عدت 73 من أمريكا ما كان في تخصص اختصاص قلب، فتحنا المدينة 14/8/1973 وبدأت مسيرتنا الطبية في الإنجاز والإعجاز. وبدأ التفكير بعدها بعشر سنوات أنه لازم بحاجة إحنا إلى مركز قلب متقدم، وكان ذلك. والحقيقة مركز القلب بجهود المرحوم المغفور له بإذن الله جلالة الملك حسين وعلاقاته الدولية، ذهبت المرحوم المغفور لها الملكة عليا في 29/1/1977، وتبرع المغفور له السلطان قابوس ببناء مركز القلب، وللأسف توفيت في 7/2 بعدها 8 أيام. وجاء إلى الأردن سلطان عمان بشهر 5/77 وقدمنا له إيجاز، وتبرع بكامل نفقات مركز القلب الذي افتتح ب 30/3/1983، وخدم هذا المركز الأردن وفلسطين التي شقيقة الأردن وجميع الدول العربية، لأنه كان مفخرة في ذلك الوقت مركز طبي متميز، بالإضافة طبعا إلى مدينة الحسين الطبية اللي كنا نعالج الأشقاء والإخوة من جميع الدول العربية.